inhibitors of coagulation. تجلط الدم blood coagulation. تجلط الدم هو عملية معقدة يقوم خلالها الدم بتكوين جلطات، وهي تجمعات دموية متماسكة تمنع نزيف الدم، كما أنه يعد أحد العوامل المهمة في عملية الإرقاء، وهي وقف نزيف وفقدان الدم من الأوعية الدموية المصابة، حيث من خلاله تتم تغطية الموضع المصاب من جدار الوعاء الدموي بواسطة صفيحة دموية وتكوين جلطة دموية تحتوي على بروتين الفبرين، والذي يعمل على استقرار الجلطة المشكلة ووقف النزيف وترميم الوعاء الدموي المصاب وإصلاحه. مثبطات التخثر الطبيعية Natural Inhibitors of Coagulation. تشمل المثبطات الطبيعية لعوامل التخثر مضاد الثرومبين الثالث والبروتين C والبروتين S ومثبط مسار عامل الأنسجة TFPI، وتعمل هذه المثبطات على تعطيل عوامل تخثر محددة. مثبطات عوامل التخثر والمعروفة أيضاً باسم مضادات التخثر المتداولة، وهي أجسام مضادة تبطل مفعول بروتينات تخثر محددة، وبالتالي تتداخل مع وظيفتها الطبيعية وتقوم بمنع تكوين أو نمو جلطات الدم. مضاد الثرومبين الثالث AT3 يتم إنتاجه في الكبد، وهو أحد مضادات التخثر الداخلية الهامة، وعلى الرغم من أن تأثيره المثبط الأكبر هو ضد الثرومبين أو ضد الشكل النشط للعامل العاشر FXA، إلا أنه يعيق نشاط معظم عوامل التخثر النشطة. مضاد الثرومبين الثالث أيضاً يحفز انحلال الفبرين عن طريق تعطيل العديد من الإنزيمات في دورة التخثر. بروتين سي وأس. يعمل الثرومبين بالإضافة إلى كونه أحد مكونات سلسلة التجلط لتشكيل جلطة الفبرين على تنشيط البروتين سي، وبمجرد تنشيطه فإنه يمارس تأثيراً مضاداً للتخثر في الدم عن طريق تثبيط العوامل الخامس والثامن. ووظيفة البروتين S يكون لتعزيز هذا التثبيط. يؤدي نقص أو عيب البروتين C أو S إلى فرط تخثر الدم، على سبيل المثال تخثر الأوردة العميقة. ويمكن إجراء فحوصات البروتين C و S إذا اشتبه الطبيب في وجود حالة مفرطة التخثر نتيجة لنقص البروتين C أو S. مثبط مسار عامل الأنسجة TFPI هو المثبط الأساسي لبدء تخثر الدم، ويعدل من شدة اضطرابات النزيف والتخثر. يعيق هذا المثبط المراحل الأولى من تجلط الدم من خلال تثبيط العامل السابع والعامل العاشر. وأخيراً، في حالات النقص الوراثي للبروتين C والبروتين S ومضاد الثرومبين الثالث، يزيد خطر الإصابة بأمراض الانصمام الخثاري الوريدي بشكل ملحوظ، ويتطور تجلط الدم لدى النساء خاصة أثناء الحمل أو بعد استخدام موانع الحمل الفموية. أما في الرجال فتنشط الإصابة أو الإجراء الجراحي حدوث الجلطات.